بيقول أنا قادم من أسيوط وأرجو من قداستكم الرد على سؤالي لأهميته بالنسبة لي، لأنه متعلق بالمستقبل، وذلك لأنني سوف أهاجر إلى كندا وسوف تنتهي الفيزا في 13 فبراير 95. وسؤالي الذي هو سبب حيرتي وترددي في السفر هو إني متعلق جدا بكنيستي في أسيوط، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لدي بنتان سن 4 سنوات و18 شهور، وأخاف عليهما عند سفري إلى كندا من العادات الغريبة والغير متلائمة مع عاداتنا وتقاليدنا. ثلاثة، والمستقبل المجهول هناك، فرجاء الاهتمام بالرد على سؤالي، لأنه على كلمتكم سوف ألقي شبكتي. شوف يا حبيبي، أول حاجة عايز أقولها لك إن ما تفتكرش كل اللي هيروحوا كندا هيهلكهم، أو كلهم هيروحوا كندا كخطوة إلى جهنم. لا طبعا، في ناس كويسين أوي هناك وناس متربيين وعالي العال، فهي تتوقف على نوع التربية اللي ياخدوها الأولاد. فإذا استطعت إنك أنت تربي أولادك تربية قوية بحيث تحفظهم من البيئة الخاطئة، يبقى ده كويس. إذا استطعت إنك تربطهم بالكنيسة وبمدارس الأحد وبالتربية المنزلية السليمة، برضو ده كويس. وفي كندا احنا عندنا 14 كنيسة، معرفش انت هتروح في اي حتة. مفروض انك انت لو رحت تروح في مكان فيه كنيسة. يعني مثلا عندنا في مونريال، في مونتريال 3 كنائس، كنيسة ماري مرقص وكنيسة العذراء وكنيسة ماري جرجس، وعندنا في تورونتو كنيسة ماري مرقص وكنيسة ماري جرجس والأمبرويس، دي في مدينة تورونتو. جنبها مسيسوجا، في كنيسة في العذراء في مسيسوجا، وجنبها كنيسة في هاملتون وكنيسة في برامبتون وكنيسة الست دميانة. يعني كأن في منطقة تورونتو دي في 6 كنائس، تورونتو ومسيسوجا. فما اعرفش انت هتروح فين. في عندنا طبعا كنائس في كيتشنر واوتوا وادمنتون وفانكوفر، يعني في اماكن كتيرة فيها كنائس. فانت اذا رحت كندا روح في حتة فيها كنيسة وفيها خدمة روحية قوية، واهتم بتربية العيال حتى في البيت. اما من جهة العثرات فسهل انك انت تلاقي عثرات في اسيوط برضه، ويعني اسيوط دي كلهم قديسين ونازلين من السماء، ما في اخطاء برضه في كل حد. فاهتم بتربية اولادك، وما تفتكرش ان الخطية قاصرة على مكان محدد. صحيح النسبة تختلف، لكن برضو في كندا ناس قديسين، ما اقدرش اقول حاجة. محبتك لكنيستك في اسيوط، طب ما دام انت بتحب كنيستك في اسيوط، قدمت ليه على طلب هجرة؟ ليه قدمت من الاصل وجات لك الفيزا؟ اوعى تتردد، هتتعب لا طول لا سما ولا ارض. اما من جهة الشغل فده موضوع انا ما اقدرش ابت فيه، لان ما اعرفش ايه مواهبك وايه وظيفتك، وهل
هتشتغل شغل حر ولا هتشتغل في وظيفة معينة وإيه المؤهلات بتاعتك دي معرفهاش، لكن مع ذلك الموضوع في إيدك. إن رحت ولقيت شغل واستريحت واستقريت كان به، ما قدرتش الطيارات موجودة وأسيوط موجودة والكنيسة موجودة.